بسم الله الرحمن الرحيم، معكم وليد سعد الدين. مكملين مع بعض يا جماعة سلسلة فيديوهات شرح منهج سي سي ان اي 201. قبل ما نبدأ بس الفيديو بتاع النهاردة، أحب بس أنوه إن رقم الواتساب اتغير، أصبح اللي هو الموجود قدامنا على الشاشة. إحنا أنشأنا جروب على الواتساب بحيث ممكن نتواصل معاه، حد عنده استفسارات أو حد عنده أي أسئلة ممكن يتواصل معايا على رقم الواتساب ده. وان شاء الله كده يعني كل فتره هنعمل جلسه اونلاين سيشن، يبقى فرصه للناس تتناقش معانا، ولو حد عنده اي استفسارات اكون سعيد بيها ان شاء الله. ممكن تتابعونا طبعا على قناه فري فور عرب، او ممكن تتابعونا على قناه ميجا بروفيشنال تريننج على اليوتيوب، وبرده في صفحه ميجا بروفيشنال تريننج على الفيسبوك، وطبعا ده الايميل موجود قدام حضراتكم ان شاء الله. احنا الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هو الفيديو رقم 11، هنتكلم فيه على موضوع السبميتنج ده بارت 1. في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتناقش في 3 حاجات. الحاجه الاولى هنتناقش في تعريف السبميتنج، ايه هو موضوع السبميتنج. الحاجه الثانيه هنحتاج ان نتكلم على ليه بنحتاج نعمل سبميتنج في الشبكه. اخر جزئيه هنتكلم عليها النهارده هو موضوع عملية التحويل ما بين النظام الباينري وما بين الديسيمال، أو ما بين الديسيمال وما بين الباينري. فأستأذنكم نركز في الموضوع بقى أو في الدرس بتاع النهاردة. أول حاجة يا جماعة، موضوع السبنيتنج هو موضوع غاية في الأهمية، مهم جدا لأي حد شغال في مجال الشبكات، سواء في سي سي ان اي أو سواء في ام سي اس اي أو حتى في الان بلس، بنحتاج طبعا جدا موضوع السبنيتنج. السبنيتنج هي في ناس بيسبب لها ازعاج شديد، يعني موضوع السبنيتنج بيقول لك موضوع مزعج ومش بنفهمه بسهوله. فاحنا ان شاء الله يعني طبعا في شروحات كتير هتلاقوها على يوتيوب بيتكلموا على موضوع السبنيتنج وازاي بنعمل عمليه السبنيتنج، ليه اكتر من طريقه، في طرق مختلفه عشان نعمل بيها السبنيتنج ده. فاحنا ان شاء الله دي محاوله مننا ان نسهل الموضوع على قد ما نقدر ان شاء الله. فالموضوع مش مزعج ولا حاجه، احنا بس محتاج الفيديو يتشاف مره او اتنين ونتابع مع بعض ان شاء الله. تعال نبدأ كده بسم الله. اول حاجة عايزين نتكلم عليها ايه هو موضوع يعني ايه سبنيتنج. السبنيتنج يا جماعة بمنتهى البساطة الفكرة بتاعته ان هيكون عندي شبكة واحدة، والشبكة دي نقطعها الى مجموعة شبكات فرعية. مرة تانية، تعريف السبنيتنج ايه هو، حتى باين من اسمه سبنيتنج، هيكون عندي شبكة واحدة والشبكة دي هتعامل معاها او هنبدأ نقطعها لمجموعة من الشبكات الفرعية. طيب هنستفاد من كده ايه، يعني ايه الفايدة من الموضوع ده؟ هنستفاد حاجات كتير. تعال نبدأ واحدة واحدة، استأذنكم تابعوني بس كده. بص يا جماعة، تعال نشوف كده. انا طبعا شغال على برنامج الباكت تريسر، كنا خدنا فكرة عنه. هفترض ان دي شبكة قدامي، زي ما شايفين احنا انا عندي سويتش او اكتر من سويتش، مش شرط يكون عندي سويتش واحد، وفي الحقيقة هيكون عندي اكتر من سويتش، وعندي اجهزه كتير مربوطه على السويتشات اللي عندي. طيب ايه المشكله في كده؟ على فرض ان انا في الشبكه عندي هشتغل شبكه من كلاس سي، طبعا احنا عارفين كلاس سي هيبدا البرايفت اي بي، كنا بنبدا من 192 مثلا 168.1.0، طبعا 0 ده عنوان شبكه باكد مش عنوان جهاز، وهنستخدم الماسك الطبيعي اللي هو 255.255.255.0. طيب يبقى انا كده ناوي ان انا في الشبكه بتاعتي هشتغل شبكه من كلاس سي وبالماسك التقليدي بتاع كلاس سي، بحيث لما اجي هبدا ادي اي بيهات للاجهزه، سواء هديها بشكل استاتيك او عن طريق الدي اتش سي بي، فهبدا اديهم اي بيهات مثلا تكون بالمنظر ده، يعني ده هيكون 192.168.1.1. الجهاز التاني ده هيكون 1.2، معلش امسحه. الجهاز ده هيكون اهو 192.168.1.2، وهكذا. الجهاز التالت هيكون 192.168.1.3، وهكذا. دول برضو هيكون 192.168.1.4 دوت 5 دوت 6، بس خلينا نكتبها لا بشكل كامل احسن، دوت 5. والجهاز ده هيكون 192.168.1.6. يعني هيكون عندنا الشكل بالمنظر ده، وهنا برضو انا ممكن اسحب ده كده واسحب ده كده واسحب ده كده واغير بقى هنا براحتي، بدل 1.6 هيبقى ده يكون 7، وهيكون ده
بوت 8 وده الاخير اللي تحت يكون 9. خلي بالك انا بكلمك وعندي عدد، عندي عدد قليل من الاجهزه. لما تخيل بقى عندك بقى 100 جهاز 200 جهاز، الوضع هيبقى عامل ازاي؟ طيب لحد كده انا شغال شبكه كلاسي بماسك العادي خالص بتاع كلاسي، وبدات ادي اي بيهات للاجهزه بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب ايه المشكله؟ كده الاجهزه تشوف بعض؟ اه طبعا كده الاجهزه يشوفوا بعض ويعملوا شيرنج ويشتغلوا ومفيش عندنا اي مشاكل، بس كده هيبقى عندك في بطء في الشبكه. ليه يا عم بطء ليه في الشبكه؟ احنا اتفقنا يا جماعه ان في عندنا برودكاست، الناس اللي مذاكر معانا الفيديوهات اتكلمنا على موضوع البرودكاست، وقلنا ان موضوع البرودكاست ده عمليه مزعجه جدا في الشبكه. تعريف البرودكاست سريعا، ان ممكن جهاز يبعت رساله، الرساله دي تروح لكل البورتات اللي موجودة على السويتش، يعني تروح للجهاز لكل الأجهزة اللي موجودة معانا. ده النوع ده من الرسائل ده بيتقال عليه برودكاست، والبرودكاست هيحصل في الشبكة، هيحصل غصب عني. في عندنا أمثلة كتير لموضوع البرودكاست، أقرب مثال ليها موضوع ال دي اتش سي بي ريكويست، رسالة ال دي اتش سي بي ريكويست. لما الجهاز يحب يحصل على اي بي من خلال ال دي اتش سي بي هيضطر انه يعمل برودكاست، وزي ما شفنا ان لما الجهاز يحاول يعمل بينج على جهاز فالباكت بتروح للسويتش، بيبدا بيشوف عنده حاجه اسمها الماك ادرس. لو مش موجود عنده جهاز بالماك ادرس ده هيضطر يعمل برضه برودكاست. المهم اللي انا عايز اقوله ان في برودكاست هيحصل في الشبكه، هيحصل لاسباب كثيره جدا. طيب البرودكاست ده عمليه مزعجه، طيب نحاول هيأدي لبطء في الشبكه. لو انت جايب احسن سويتشات واحسن كابلات هيبقى عندك ترافيكس عاليه، وهتلاقي عندك فيه زحمه وانت اصلا لسه ما اشتغلتش. ده نتيجه تاثير البرودكاست المزعج. طب ايه الحل يا عم؟ قال لك والله في حاله زي كده الافضل، الافضل ان احنا نقسم الشبكه دي. يعني الشبكه دي نفسها اللي هي 192.168.1.0 هي حاليا هي شبكه واحده. قال لك الافضل لا نقطعها لمجموعه شبكات فرعيه، بمعنى ان مثلا عندي اداره زي اداره الاتش ار شؤون الموظفين مثلا، فيها مثلا 10 15 جهاز. طب ما اعمل لهم سب نت متفرعه من الشبكه الرئيسيه، يعني هيكون عندي شبكه واحده وتحت الشبكه دي اقدر اطلع مجموعه شبكات. يبقى باكد مره تانية، عندي كام شبكه؟ واحده بس. الشبكه الواحده دي بقطعها لمجموعه شبكات فرعيه، يعني مثلا مجموعه الاجهزه دي على فرض ان ده قسم الاتش ار، فاعمل لهم اي بي هيت او حديهم سب نت. طبعا ازاي هنشوف الكلام ده؟ هعمل سب نت للاتش ار فقط، هعمل سب نت تانية. يعني مثلا عشان نفهم الصورة بشكل افضل، انا ممكن اجي اعمل كده، انا ممكن اجي كده دور الجماعة بتوع الاتش ار، اروح جاي عامل سب نت للجماعة بتوع الاتش ار، واعمل سب نت تانية، اغير بس اللون، اعمل سب نت تانية للجماعة بتوع السيلز، واعمل سب نت تالتة، اروح جاي عامل سب نت تالتة كده للجماعة بتوع الاي تي. سوري ما جاتش معايا الكلر، في الكلر انا اخترت اللون ده. يبقى اذا انا هعمل كالاتي، الجماعة عندي بتوع الاتش ار هديهم سب نت معينة، الجماعة بتوع السيلز على سبيل المثال دور الجماعة بتوع السيلز، في عندي بقى 50 60 جهاز بتوع السيلز يبقى في سب نت تانية، الجماعة مثلا بتوع الاكونتس او الحسابات ليهم سب نت تالتة، وهكذا بقى ممكن اعمل سب نت رابعة سب نت خمسة. طيب انا هستفاد ايه؟ ايه الفايدة يعني ان انا هعمل سب نت دي بالمنظر؟ ايه الفايدة اللي عندي؟ اه كده الفايدة اللي عندي كبيرة جدا، بمعنى ان الجهاز ده لما يحب يعمل برودكاست مش هيزعج الشبكة كلها، لا ده هيزعج الناس اللي معاه بس في السب نت بتاعته. يعني البرودكاست هيجي هنا، هيروح للجهاز ده وهيروح للجهاز ده بس، مش هيروح للناس التانية لان هم في سب نت مختلفة تماما. برضو جهاز من هنا لما يحب يعمل برودكاست، لما البرودكاست هيعمل ازعاج لمين؟ للناس اللي موجودة معاه في نفس السب نت. يعني الباكت هتيجي لحد السويتش فهتروح رايحة لده ورايحة لده فقط، مش هيكمل. يبقى انا كده قدرت اعمل ايه؟ قدرت اقلل تأثير البرودكاست المزعج. ما يجيش حد يقول لي يا عم مش مهم قوي، يعني ايه انا لو ما عملتش سبنيتنج ما الدنيا هتمشي يا حبيبي. ايوه الدنيا هتمشي، بس هيكون عندك فيه بطء جامد في الشبكه، وما تشتكيش وما تجيش تزعل بعد كده
لما تلاقي اليوزرز بيشتكوا بيقول لك الجماعه بتوع الاي تي مش شايفين شغلهم، الشبكه بطيئه ومش الشبكه بطيئه. فانت فعلا انت كراجل بتاع اي تي ما قمتش بدورك على اكمل وجه لو انت خليت الاجهزه كلها في شبكه واحده. طب الحل ايه يا عم؟ الحل زي ما قلنا ان احنا نعمل سبنيتنج. ايه مفهوم السبنيتنج؟ ان يكون عندي شبكه واحده، الشبكه دي ابدا اقطعها لمجموعه شبكات فرعيه. طيب انا هستفاد من الكلام ده؟ هنستفاد حاجات كتير زي ما هنشوف دلوقتي. الفايده الاولى ان انا اقلل تاثير البرودكاست، او نقدر نسميها بمعنى تاني ان انا بحسن الاداء بتاع الشبكه، البيرفورمانس بتاع النتورك، اداء الشبكه هيكون احسن بكتير. طيب ده حاجه، يعني اول فايده من فوائد السبنيتنج، اول فايده عايزين نقولها ان بنحسن اداء الشبكه، تحسين اداء الشبكه. اه طبعا، والموضوع ده ما تستهينش بيه يا جماعه. واحد يقول لك طب انا مش هعمل سبنيتنج والشبكه هتشتغل، اقول له ايوه بس الدنيا هتبقى بطيئه. هيقول لي هتبقى بطيئه قوي، اقول له اه هتبقى بطيئه قوي، وبننصحك ان انت تعمل سبنيتنج. ده الهدف الاساسي يا جماعه من موضوع السبنيتنج. بس خلي بالك هينتج عن عمليه السبنيتنج دي ان كل اجهزه سبنيت تشوف نفسها بس، يعني الجهاز ده هيشوف الناس اللي معاه في السبنيت فقط. طب والجهاز ده هيشوف اللي معاه بس، وده هيشوف اللي معاه بس. طب لو الجهاز ده حب يكلم ده، لا مش هيقدر يكلم. طب ولو الجهاز ده حد يكلم جهاز على سبنت تاني، لا مش هيقدروا يتواصلوا مع بعض. الله، هتقول لي طب انا كده يا عم ده انا بوظت الدنيا. هقول لك لا، خلي بالك انا الحاجه التانيه او الهدف التاني من عمليه السبنتنج سيكيورتي. يعني ايه سكيورتي؟ اكيد طبعا انا في الشبكه بيجي وقت من الاوقات انا مش عايز الجماعه بتوع الاتش ار يكلموا السيلز، مش من حق الجماعه بتوع السيلز يخشوا على اجهزه الاكونتس مثلا عشان يعملوا حاجه معينه. فاذا موضوع السبنيتنج ممكن استفاد بيه تاني ان انا اعمل موضوع سكيورتي، ان انا ما اخلي كل قسم لوحده، مش من حقي واقدر اعمل الكلام ده. الحاجه الثالثه السبنيتنج او نقدر نقول عليها من فوائد السبنيتنج عمليه اورجانيزيشن، يعني عملية تنظيم، اورجانيزنج يعني عملية تنظيم للشبكة بحيث تبقى سهلة في المانجمنت. انا كراجل بتاع اي تي بدل ما يبقى عندي شبكة واحدة بالكامل ومشاكلها كتير، لا انا بتعامل معاها على اساس ان هما 3 شبكات فرعية، ويبقى ده يديني سهولة في عملية المانجمنت. يبقى تاني بقى كده يا جماعة، ايه الهدف من عملية السبنيتنج؟ 3 اهداف. انا اللي يهمني اصلا الهدف الاولاني هو اهم واحد فيهم. الهدف الاولاني ان انا احسن اداء الشبكه، بحيث لو سبت الاجهزه بتاعتي على شبكه واحده هيكون في بطء شديد في الشبكه، ويبقى في ترافيكس عاليه رايحه جايه. طب منين البطء ده بيجي؟ نتيجه البرودكاست المزعج. البرودكاست ده هيحصل وغصب عني هيحصل. فعشان اتجنبه احد حلول تجنب او تقليل تاثير البرودكاست، احد الحلول موضوع السبنيتنج اللي احنا هنشوفه دلوقتي ان شاء الله. طيب ايه تاني فوائد السبنيتنج؟ فوائد السبنيتنج ده بيديني كنوع من السكيورتي، ان اخلي كل قسم اجهزته تتواصل مع نفسها فقط، مش من حقه يدخل على قسم تاني عشان يتكلم معاه، الا بقى لو انا حبيت بعد كده، هنشوف ازاي. عملية سهولة في المانج وسهولة في التنظيم كليا انا كراجل بتاع اي تي، تبقى عندي سهولة ان انا اتعامل مع كل شبكة لوحدها كده، بتفرق جدا. بس قلنا هينتج عن عملية السبنيتنج ان الاجهزة هتخاصم بعض. يعني ايه تخاصم بعض؟ يعني كل سبنت الاجهزه اللي فيها يشوفوا بعض ما يشوفوش الناس التانية. هتيجي تقول لي لا طب انا كده افرض ان انا عندي سيرفر مثلا، والسيرفر عايز الناس كلها تخش على السيرفر، طب السيرفر هحطه ضمن اني سبنت فيهم؟ ولا وافرض يا عم بعدين، لا انا عايز يبقى الاجهزه دي تقدر تكلم بعض عشان يبداوا يعملوا شيرنج ولا بتاع. اه طبعا احنا هنتصرف طبعا في الموضوع ده. في الحاله دي هنضطر ان شاء الله زي ما هنشوف، عندنا حلين. الحل الاولاني ان انا اجيب راوتر، ان انا هجيب راوتر، والراوتر ده هروح جايب بمنتهى البساطة الراوتر ده هوصله على السويتش. ادي ده حل ان انا هجيب مين؟ هجيب راوتر، والراوتر ده هوصله على مين؟ هوصله على السويتش. ايه ده بس كده؟ اه طبعا، اه طبعا طبعا. هنخش نعمل كونفيجريشن على الراوتر زي ما هناخد في المحاضرات اللي جاية، بس مجرد ان حضرتك جبت راوتر والراوتر ده هوصله على السويتش، هنخش بس نشوف بعض الكونفيجريشن البسيطة على الراوتر. هخلي الأجهزة دي تقدر تكلم بعض. هتقول لي الله طب انت هتخليهم يكلموا بعض ليه؟ طب من الأساس انت فصلتهم عن بعض ليه؟ هقول لك يا عم انت ركز معايا، انا مش الهدف من السبنيتنج ان اخليهم يخاصموا بعض،
الهدف من السبنيتنج ان انا اقلل تاثير البرودكاست، بس هينتج عن عمليه السبنيتنج انهم هيخصموا بعض. طيب انا عايزهم يبداوا يكلموا بعض مره تانية، في الحاله دي لازم وغصب عني هضطر اجيب راوتر، والراوتر بس هوصله على السويتش، وببعض الكونفيجوريشن البسيطة جدا اللي هنعملها على الراوتر هنقدر نخلي الأجهزة دي كلها تتواصل مع بعض. ممكن يجي واحد يسألني سؤال يقول لي لا طب ما كده الأجهزة لما تيجي جبت الراوتر والأجهزة كلها كده هتبدأ تشوف بعض، وفين السيكوريتي اللي انت بتقول لنا عليه؟ طب ما كده دول هيخش على دول، والناس اللي في السيلز هيخش على الاتش ار، يبقى فين هو السيكوريتي اللي انت بتقول لنا عليه؟ لا، في حالة زي كده بعد ما اجيب الراوتر واخلي السبنتس المختلفه يشوفوا بعض، عشان اطبق بقى سيكيورتي معين، ما اخليش الجماعه بتوع الاتشار يخشوا على الاكونتس، ما اخليش الجهاز ده يدخل على مش عارف الجهاز، عشان ابدا العب بقى في الكلام ده هنضطر بقى نخش على الراوتر، بنضطر نعمل حاجه اسمها الاكسس ليست، هنتكلم عليها برضو اكتر من فيديو على موضوع الاكسس ليست، ان انا اقدر اتحكم بقى في السبنتس دي، اخلي مين يكلم مين ومين ما يشوفش مين. بنلعب هنا في الاكسس ليست على الراوتر، او يكون عندي بقى فاير وول بتقوم بالدور ده. انا هفترض ان ما عنديش فاير وول، لا، ففي عندنا كونفيجريشن في الراوتر، عندنا في حاجه اسمها الاكسس كنترول ليست او اي سي ال. الاكسس كنترول ليست دي بتديني فرصه ان انا ابدا بقى ممكن افصلهم عن بعض، وممكن اخلي ده ما يكلمش ده وده ما يكلمش، اقدر انا اتحكم في الموضوع ده، وهندرس الكلام ده بالتفصيل. اتمنى يا جماعه يكون واضح مره تانية، معلش عشان الناس ما تتوهش مننا. فكره السبنيتنج ان انا لو جبت عندي سويتش ووصلت كل الاجهزه اللي عندي في الشبكه على سويتش او اكتر من سويتش، واشتغلت بشبكه معينه سواء كانت كلاس اي او بي او سي، ده هيسبب لي بطء في الشبكه. البطء ده جاي منين؟ جاي نتيجه البرودكاست اللي بيحصل في الشبكه. والبرودكاست زي ما اتفقنا وقلنا اكتر من مره، البرودكاست ده عمليه مزعجه وهتتم وليه اسباب كتير وامثله كتير بتؤدي ان في برودكاست يحصل في الشبكه. طيب ايه الحل؟ ايه الحلول اللي عندنا؟ هي عندنا اكتر من حل عشان نحاول نتجنب تاثير البرودكاست. احد هذه الحلول هو ان احنا نقطع الشبكه ونعمل سبنيتنج، يبقى عندي شبكة واحدة والشبكة دي أبدأ أقطعها زي ما احنا شايفين كده لمجموعة سبنتس. هنستفاد ايه من السبنتس؟ هتديني 3 فوائد. الفايدة الأولانية هحاول هقلل تأثير البرودكاست، وده هيديني سرعة في أداء الأجهزة، ومحدش يستهين بالموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا. الحاجة التانية هيديني سكيورتي. ليه سكيورتي؟ لان هينتج عن عملية السبنتنج ان كل سبنت تشوف بعض، كل الأجهزة اللي في سبنت تشوف نفسها، وبالتالي الاجهزه اللي في السبنت دي ما يقدروش يتواصلوا مع الاجهزه اللي في السبنت دي. هيسهل لي برضه عمليه المانج كراجل بتاع اي تي، انا اقدر اعمل يبقى عندي فيه سهوله ان انا اعمل مانج للشبكه بتاعتي. كان طيب لو حبيت مستقبلا، لو حبيت بقى اخلي السبنت المختلفه دول يتواصلوا مع بعض، واكيد هنحتاج كده طبعا، لان هيكون عندي سيرفر، السيرفر ده عايزه يخدم الشبكه كلها. طب السيرفر ده حضرتك هتخليه ينتمي لاني سبنت معينه؟ لا، انا في الحاله دي السيرفر زي ما هناخد بعد كده هنشوف هنتعامل معاه ازاي، هضطر اجيب راوتر. الراوتر ده مجرد ما هجيب الراوتر زي ما شفنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، الوظيفه الاساسيه للراوتر ربط الشبكات المختلفه. واحد هيقول ايه ده، دول يعتبروا شبكات مختلفه؟ ايوه طبعا، دي زي ما هناخد بعد كده، دي هتبقى سبنت، دي سبنت تانيه، ودي سبنت تالته، فبالتالي يعتبروا 3 شبكات مختلفه مش هيقدروا يشوفوا بعض الا لو انا جبت مين؟ الا لو انا جبت جهاز راوتر. اتمنى تكون واضحه الحته دي. في ناس تقول لك لا انا مش هعمل كده، لازم اجيب راوتر. اقول لك اه، لازم يا اما تجيب راوتر او تجيب لاير 3 سويتش، ما تجيبش بقى السويتش ده. ده السويتش اللي بنقول عليه يا جماعه لاير 2 سويتش، السويتش التقليدي او العادي. طب ايه الحل؟ انا لو رحت جبت هنا، انا لو رحت عند السويتشات، ممكن اجيب اللاير 3 سويتش، يعني هوصل الاجهزه على اللاير 3 سويتش، وبالتالي مش محتاج تجيب راوتر، يعني بالتالي مش محتاج يكون عندي راوتر، يعني ممكن اجيب بس اللاير 3 سويتش. اه خلاص كده، لان قبل كده زي ما اتفقنا يا جماعه قلنا اللاير 3 سويتش هو سويتش زائد راوتر، فده خلاص كده يكفي، وكده هقدر اخلي الاجهزه دي تشوف بعض وتتواصل مع بعض. يبقى عندك حلين بعد ما تعمل سبنيتنج عشان اخلي السبنيتس المختلفه يبداوا يتواصلوا مع بعض، قدامك حاجه من اتنين، يا تجيب لاير 3 سويتش بالمنظر اللي قدامي ده،
ليير 3 سويتش، قلنا سويتش وراوتر خلاص ماشي. وهنخش طبعا نعمل كونفيجريشن بسيطه. او الحل التاني اللي احنا شفناه ان انا اجيب سويتش تقليدي اللي هو اللاير 2 سويتش، واروح اجيب بقى راوتر واوصل الراوتر ده، هوصل الراوتر ده بالسويتش، بس طبعا بكونفيجريشن بسيطه هنا، خلي الدنيا دي كلها تشوف بعض. اتمنى يا جماعه يكون واضح مفهوم السبنيتنج. انا كل دلوقتي بتكلم على المفهوم بس، ما اتكلمناش ازاي نعمل سبنيتنج. انا كده انا كل ده حاليا انا في الجزء الاولاني، ايه هو تعريف السبنيتنج؟ تعريف السبنيتنج ان انا يكون عندي شبكه واحده، الشبكه دي هبدا اقطعها لمجموعه شبكات فرعيه. الهدف من كده ايه؟ زي ما قلنا وشرحنا الجزئيه دي، كان في تشبيه سمعته من واحد حقيقه عجبني جدا، قال لك بالظبط بالظبط عمليه السبنيتنج نقدر نشبهها ان حضرتك لو جبت قطعه بيتزا ورحت اشتريت بيتزا، انت جيت اشتريت كام بيتزا؟ هي بيتزا واحده، والبيتزا دي طبعا انت لما بتشتري بتلاقيها متقطعه، تلاقيها مقطعه بقى مربعات، سوري مثلثات مثلثات، ما نقدر نعتبر كل مثلث من المثلثات البيتزا ده سبنت سبنت سبنت. طب في الاخر انت عندك كام شبكه؟ لا هي شبكه واحده، عندك هي بيتزا واحده، بس البيتزا دي متقسمه لمثلثات مثلثات، يعني سبنت سبنت سبنت. الهدف من كده ايه؟ سهوله انك تاكلها بشكل اسهل، هتكون سهله في الهضم شويه. دي الفكره، ده تشبيه كنت سمعته الحقيقه من حد فعجبني فقلت انقله لكم. اتمنى يا جماعه تكون واضحه قصه السبنتنج. السؤال دلوقتي اللي بيفرض نفسه، طب انا هعمل السبنتنج دي ازاي؟ انا عايز اعمل يا عم السبنتنج. اوكي، من الاخر الخلاصه كلها بتاعت السبنتنج، السبنتنج عباره عن اللعب في الماسك. يعني ايه اللعب في الماسك؟ كل اللي انا هعمله ان انا هلعب في الماسك، الماسك التقليدي بتاعنا اللي هو 255 255 255 0 ده، لا مش هنخليه بالمنظر ده بقى، مش هيصبح معانا بالمنظر ده. هنلعب في الاوكتيت الاخير، انا بتكلم ككلاس سي دلوقتي، هنلعب في الاوكتيت الاخير ده شويه، هنحط ارقام معينه هنا، الارقام دي هي اللي هتحقق لي الموضوع ده. تاني الحته دي عمليه السبنيتنج بتتم ازاي؟ عملية السبنيتنج بتتم عن طريق ان احنا هنلعب في الماسك بس كده، ولا هتعمل كونفيجريشن في السويتش، ولا كونفيجريشن في الراوتر، ولا ليه علاقة بالسويتش ولا ليه علاقة بالراوتر. انا كل اللي انا هعمله هلعب في الماسك بس، وهلعب في الاوكتت بالنسبة لنا كلاس سي، هلعب في الاوكتت الاخير في الماسك، هحط ارقام معينة زي ما هنشوف الارقام دي هنحصل او هنجيبها منين. لعبي في الماسك ده هو ده السبنيتنج، يحقق لي انا عايز بقى كام شبكه؟ ثلاثه، يبقى هنحط رقم معين. طب افرض انا عايز احط 4 شبكات او 5 شبكات، الرقم ده هيتغير، منين بنجيب الرقم وازاي بنحصل على الرقم ده؟ ده اللي احنا هنشوفه بالتفصيل. ف طب والايبهات؟ لا الايبهات ولا ليه علاقه بيها برضه، الايبهات انا مش هلعب في الاي بي، انا كل اللي هلعب فيه هلعب في الماسك ده. اتمنى يا جماعه تكون واضحه انا بقول ايه. هنا في بس معلش جزئية برضو، في بعض الناس ممكن يقول لك ايه، طب انت يا عم انا ممكن اعمل حاجة بدل ما يكون عندي شبكة واحدة. خلي بالك من كلامي، معلش نركز يا جماعة في الحاجة اللي انا بقولها دلوقتي. واحد يقول لك ايه، انا عندي شبكة واحدة اللي هي 192.168.1.0، اتفقنا يا جماعة الشبكة دي طالما 255 255 255 يبقى الشبكة بتاعتي 192.168.1، دي شبكة 1. اللي احنا هنعمله ان شاء الله ان هي عندي الشبكه 1 دي هبدا اقطعها، ده اللي انا عايز اعمله. كان ممكن واحد تاني يقول لك لا انا مش هعمل كده. امال هتعمل ايه يا باشمهندس؟ يقول لك بص انا هعمل حركه ظريفه جدا. ايه يا عم الحركه الظريفه اللي هيعملها؟ بص بص ركز معايا، هيعمل ايه؟ هيجي مثلا على شبكه الاتش ار، يروح جاي مديها كده، يخلي شبكه الاتش ار الناس دي يكون 192.168.1.0، بحيث ده 1.1 و1.2 و1.3، ومش هلعب في الماسك يا باشمهندس، انا هخليه زي ما هو كده 255 255 255 0. طيب ماشي. طب والناس التانية هيروح جاي هو ايه يقول لك ايه، انا هاجي على الشبكة التانية دي، جماعة بتوع السيلز هخليهم كده، هو عنوان الشبكة ايه؟ مش اول 3 اوكتت عشان 255 255 255 اول 3 اوكتت. طب انا يا عم ايه رأيك انا هاجي هنا على الاوكتت ده، ايه رأيك لو انا غيرته خليته 2.0؟ هنا بقى السؤال للناس اللي مذاكرة بقى، دي شبكة يعني الشبكتين دول شبكتين ولا شبكة واحدة؟ خلي بالك بقى، الشبكة الأولانية الجماعة بتوع الاتش ار أنا هديهم 192.168.1.0، ده عنوان الشبكة، والماسك العادي مش هلعب في الماسك ولا حاجة.
انا هخلي الجهاز الاولاني 192.168.1.1 1.1 والماسك العادي، وده الماسك العادي وده الماسك العادي ماشي. هاجي بقول لك انا هاجي عند جماعه بتوع السيلز، هروح جاي مديهم شبكه تانيه 192.168، خلي بالك دوت 2، اه كده دوت 2، يبقى في الاوكتت التالت هنا مختلف، يبقى دي شبكه واحد ودي شبكه اتنين، دي شبكه تانيه خالص. والجهاز ده يروح جاي عامله كده 192.168، يروح عامله كده دوت 2 دوت 1 دوت 2 دوت 1، والجهاز التاني راح عامله دوت 2 دوت 2، والجهاز التالت راح جاي عامله كده دوت 2 دوت 3. اه خلي بالك، خلي بالك من الكلام. هو جاي الراجل بقى ايه، واحد بيفكر شويه، فجاء قال لك لا يا عم، انا ايه، انا مش هيكون عندي شبكه واحده واقطعها، انا هعمل ثلاث شبكات مختلفه. ازاي يا عم؟ يقول لك انا هخلي دول 192.168.1.0 ويديهم اي بيهات بالمنظر ده 1.1 1.2 1.3 1.4 وهكذا. طيب لما يجي الناس بتوع السيلز يقول لك لا انا مش هديهم 1 اصلا، هديهم شبكه 2 192.168.2.0، يعني الجهاز الاولاني هيبقى دوت 2 دوت 1 دوت 2 دوت 2 2 دوت 3 2 دوت 4، المهم دي يبقى دي شبكه 2. طب والجماعه بتوع الاكونتس يقول لك لا انا هديهم، الجماعه بتوع الاكونتس هديهم اي بيهات تكون تاخد الشكل ده 192.168.3.3.0. ينفع يا باشمهندس؟ قال له اه طبعا ينفع، بحيث الجهاز الاول ده هيكون دوت 3.1 والتاني ده هيكون 3.2 وده يكون 3.3. قال لك طبعا، طب انا استفدت ايه؟ اقول له ممكن تعمل الكلام ده صحيح. كده انت استفدت ايه؟ انت كده عندك ثلاث شبكات. طب افرض ما عنديش راوتر، بس انا هشيل الراوتر بس دلوقتي يا جماعه. ايوه كده انت عندك ثلاث شبكات مختلفه. لاحظ الايبهات. طب هنا السؤال، كل الاجهزه متوصله على سويتش او اكتر من سويتش. السؤال دلوقتي لو الجهاز ده يقدر يتواصل مع الجهاز ده؟ لا طبعا ما يقدرش يتواصل معاه. بص ده 192.168.1.1، لو الجهاز التاني 192.168.2.1، اه ده في شبكه وده. خلي بالك الماسك بتاعهم كلهم، الماسك يا جماعه في الاجهزه كلها الماسك الطبيعي، انا ما لعبتش في الماسك لحد دلوقتي. يعني الجهاز ده 255.255.255.0 وده برضه 0 وده برضه 0، ما لعبتش في الماسك حتى اللحظه دي. طب هينتج يعني الكلام ده؟ هينتج ان حضرتك عندك ثلاث شبكات مختلفه متوصله على السويتش، فبالتالي الاجهزه دي مش هتشوف بعض. هتقول لي طب ما ده سب نيتنج، هقول لك خلي بالك انت في بعض الناس فعلا بيعملوا الموضوع ده. طيب عايز اخليهم يشوفوا بعض، هعمل نفس القصه. عايز تخليهم يشوفوا بعض، هجيب راوتر، والراوتر برضو هروح جاي موصله على السويتش، وبكونفجريشن بسيطه كده هقدر اخلي الاجهزه دي كلها تقدر تتواصل، تقدر تتواصل مع بعض. طب انا كده استفدت ايه؟ استفدت الثلاث حاجات دول، حسنت الاداء لان كل شبكه تعمل برودكاست للناس اللي معاها بس في السبنت، او في هنا على فكره مش سبنتنج قوي، احنا في اللحظه دي خلي بالك انت كده ما عملتش سبنتنج. لو حد مشى بالسيناريو اللي انا شغال، انت ما عملتش سبنتنج. ليه يا عم؟ لان انا ما لعبتش في الماسك، ده مش سبنتنج، ده ثلاث شبكات مختلفه واصلين على سويتش واحد. هتقول لي يا عم طب وين المشكله؟ مش انا كده حليت الموضوع؟ اه انت كده حسنت الاداء صح، وانا كده عامل سكيورتي ان كل سبنت او قصدي كل شبكه تتواصل مع نفسها بس. ايوه وسهله في عمليه المانج، اقول لك اه سهله، بس انت ما عملتش سبنتنج. كده اداء الشبكه هيكون كويس معاك، بس ممكن هتقابلك مشكله تانية لما نيجي بقى ان شاء الله نتكلم في موضوع الراوتنج. لو انا بقى عندي راوتر تاني والراوتر ده وصلته على الراوتر ده، والراوتر ده بينقلني بقى لرواتر تانية مختلفة، لما نيجي نعمل بقى نتكلم على الراوتنج بروتوكول ان شاء الله، المشكلة ان الناس اللي بره الشبكة شايفاني على شبكة واحدة، شايفيني خلي بالك، هم شايفيني مثلا على شبكة 192.168.1.0، هم شايفيني شبكة واحدة، بس انا داخليا عملت ثلاث شبكات. فبالتالي في حالات معينة، أنا بتكلم عشان يبقى كلامي دقيق، في كيسز معينة، في حالات معينة لو أنت عملت السيناريو ده، ولما تيجي تقوم بعملية راوتنج ببعض البروتوكولات المعينة مش هينفع، لأن هما الشبكات الخارجية هتكون شايفاك أنت بشبكة واحدة اللي هي شبكة 1، بس أنت داخليا أنت قطعت 1 دي، خليتها 2 وخليت 3 وخليت 4، يبقى داخليا انت عندك ثلاث شبكات بس بره هم شايفينك شبكه واحده. فلو انت مشيت بالسيناريو ده جوه الشبكه بتاعتك صحيح،
بس لما تبدأ بقى تعمل راوتنج مع شبكات تانية ورواتر أخرى، ففي كيسز معينة، في حالات معينة هتقابلك مشكلة كبيرة. طب إيه الحل يا جماعة؟ إيه الحل؟ لاحظوا يا جماعة، أنا بعيد مرة تانية، اللي أنا عامله قدامكم ده حاليا مش سبنيتنج، لأن أنا كده اللي أنا عامله إن أنا عامل 3 شبكات مختلفة واصلين على سويتش، وهجيب راوتر عشان يخليهم يشوفوا بعض. طب فين هو السبنيتنج هنا؟ لا، لحد اللحظة دي احنا ما عملناش موضوع السبنيتنج. امال السبنيتنج فكرته هتكون ايه؟ السبنيتنج فكرته هتكون هي شبكة واحدة 192.168.1.0، بس الحقيقة بقى الماسك بتاعها مش هيكون الماسك ده. الشبكة دي نفسها هنبدأ نقطعها ل4 أو 5 شبكات حسب ما احنا عايزين، والأجهزة هنوزع أيبيهات للأجهزة كلها، هيبقى 1 برضو على فكرة، هيبقى 1 دوت كذا 1 دوت كذا، الشبكات كلها هتبقى 1 مش 2، هتبقى 1 هتبقى 1 هتبقى 1، وده برضو بدل 3 هتبقى 1 هتبقى 1. أمال المشكلة إيه؟ هتلاقي بس الماسك، هنلعب بس شوية في الماسك، يعني عادة مش هيكون 0، ممكن هيكون مثلا 192، أو ساعات تلاقيه 128 192، هنشوف الرقم ده. يبقى إذا تعرف ازاي ان في سبنيتنج معموله ولا لا؟ عينك على الماسك، لو لقيت الماسك الطبيعي اللي هو دوت زيرو تعرف ان مفيش سبنيتنج. يعني ممكن واحد يجي يقول لك يا باشمهندس انت عندك خلفيه عن النتورك وبتاع، ايوه، تروح عنده في الشبكه يقول لك ايه رايك الشبكه بتاعتنا كده، لو سمحت قول لي هل في سبنيتنج عاملينه في الشبكه ولا لا؟ انت هتعرف عاملين سبنيتنج ولا لا؟ هتبص على الاي بي بامر اي بي كونفيج، او زي ما شفنا تيجي تبص على الاي بي اللي موجود. لو لقيت الماسك ملعوب فيها رقم غريب 192.222.240.224، تعرف ان في سب نتنج. لو لقيت الماسك الطبيعي سواء بتاع اللي هو زيرو او بتاع او اي كلاس بتاعتنا، لا تعرف ان ما فيش سب نتنج. اتمنى يا جماعه اكون واضح الحاجات اللي بقولها. احنا بنتكلم في مفاهيم مهمه، في ناس كتير بيحصل عندها لبس او موضوع السب نتنج ده مزعج، معلش استحملوا لي لو انا بكرر مره تانية. السبنيتنج الفكره بتاعت السبنيتنج يكون عندي شبكه واحده وابدا اقطعها زي ما هناخد في الفيديو اللي جاي النهارده، الفيديو اللي جاي ان شاء الله شبكه واحده واقطعها، هلعب في الماسك. انما السيناريو اللي قدامنا اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه ده مش سبنيتنج، ده مش سبنيتنج خالص. السيناريو اللي قدامنا ده انا كل اللي عامله عامل شبكه وموزع لها ايبهات، شبكة تانية موزع لها اي بيهات، شبكة تالتة. عرفت ازاي ان هما شبكات مختلفة؟ لان والله هما مختلفين في الاوكتيت التالت بناء على الماسك اللي احنا مدينه ده، الماسك العادي اللي من غير لعب فيه، ولعبنا في الاوكتيت التالت اصبح عندك 3 شبكات، ال3 شبكات دي متوصلة على سويتش. هينتج عن الكلام ده ايه؟ هينتج ان انت حسنت الاداء، هينتج ان عندك سيكيورتي وسهولة في المانج. هيشوفوا بعض؟ لا مش هيشوفوا بعض الا لو تدخلت وجبت راوتر. مجرد ما اجيب راوتر واوصله في السويتش ونعمل شويه كونفجريشن بسيطه، كده الناس دي هيشوفوا بعض. طب اللي انت عملته ايه ده يا باشمهندس؟ لا ده مش سبنيتنج، ده 3 شبكات متوصله ببعض. طيب ما حلو كويس وجميل، ايوه داخليا حلو كويس، بس لو انت حضرتك بقى بتبدا تطلع بره وتشوف رواتر تانية وفروع تانية، لو بنك مثلا تتعامل مع فروع اخرى، لو سبت السيناريو بالمنظر اللي قدامك ده هتقابلك مشاكل، زي ما نتكلم في موضوع الراوتنج على حاجه اسمها الكلاس فول والكلاس ليس. انت كده شغال كلاس فول، ايه المقصود بالكلاس فول؟ اللي هو الماسك الطبيعي، لان كده الناس اللي بره شايفه الشبكه بتاعتك شبكه واحده، بس انت فعليا انت عاملها 3 شبكات. الافضل ان احنا نعمل سب نيتنج. يعني ايه سب نيتنج؟ هيكون عندي شبكه واحده، والشبكه دي هنبدا بقى ايه نقطعها لمجموعه من الشبكات الفرعيه. ازاي بقى هنبدا نعمل عمليه التقطيع، وازاي نبدا عمليه السب نيتنج؟ ده اللي هناخده في الفيديو اللي جاي بشيء من التفصيل. بس قبل ما ننهي الفيديو في جزئيه ثالثه كنت عايز اتناقش معاكم فيها، اللي هي الجزئيه الثالثه، موضوع ازاي نغير من الباينري للديسيمال. او اقول لكم الافضل خليها ناخدها في الفيديو التاني احسن، موضوع الباينري والديسيمال، لان لو قلناها دلوقتي وجينا في الفيديو التاني الناس هتكون نسيتها، هنضطر نعيدها مره تانية. فاعتقد حتى عشان وقت المحاضره نكتفي بالجزء اللي احنا قلناه. اعيد تاني سريعا، احنا قلنا ايه؟ احنا بنتكلم عن موضوع السبنيتنج ده البارت 1. شفنا في الفيديو بتاع النهارده يعني ايه سبنيتنج، وقلنا السبنيتنج الهدف منها ان يكون عندي شبكه واحده، والشبكه دي ابدا اقطعها لمجموعه من الشبكات الفرعيه، هستفاد من كده احسن اداء الشبكه عشان اهرب شويه من البرودكاست، هستفاد ان انا يكون عندي نوع من السكيورتي،
هستفاد. الحاجة الثالثة ان يكون عملية سهولة للمانج، انك تعمل ادارة للشبكة بتاعتك. هينتج عن عملية السبنيتنج ان كل سبنيت ما تشوفش التانية. طيب اخليهم يشوفوا بعض ازاي؟ هنضطر بقى نجيب راوتر ونوصله بالسويتش. الراوتر كفيل انه يقدر يخلي السبنيتس المختلفة يبدأوا يشوفوا بعض. طيب ده اللي احنا شفناه، يعني ايه سبنيتنج وايه هي الحاجة لوجود السبنيتنج. اتمنى تكون واضحة المحاضرة بتاعت النهاردة، وزي ما قلت لحضراتكم لو عندكم اي استفسارات ممكن تراسلونا على الواتساب او على الايميل او على صفحة الفيسبوك.